او فيلم عامله هو الورده البيضاء. على ذكر الورده البيضاء، لما وقع عرض الورده البيضاء في استدعى وقتها عن طريق صديقه والاب الروحي نتاعه والاستاذ احمد شوقي، استدعى طه حسين الدكتور طه حسين لمشاهده شريط الورده البيضاء. وكنا نعرف ان الفقيد تاع حسين هو ذريف ذريف، فمشى هو والزوجه بتاعه اللي هي فرنسويه وحضروا العرض، واعجب بالعرض لان الزوجه بتاعه كانت بجانبه وتعطيه بعض التفاصيل المشهديه. اغنيه هوني في الورده البيضاء، اغنيه النيل النقاشي. ايوه النيل النقاشي. ومن غدوه وبعد يومين كتب الدكتور تاع حسين مقال بداه كلمة شاهدت شريط الوردة البيضاء لمحمد عبد الوهاب، ولم يقل استمعت إلى شريط. وهذا يدل على أن العلاقة اللي كانت لمحمد عبد الوهاب مع رجال الفكر والأدب والثقافة في ذلك الوقت كانت علاقة متينة، وهذا بفضل الشاعر أمير شعراء أحمد شوقي اللي دخلوا في هذا المجال الفكري وفرضوا، وفعلا كان عبد الوهاب في المستوى.